الآن سأنتقل إلى الجانب الأخير، كيف نبني الحضارة. حتى الآن كله نظري، زين نشرح حضارتنا وفكرنا. طيب الآن احنا متخلفين، ماذا نصنع؟ بما نبدأ؟ كيف ننهض؟ اسمحوا لي أعطي 5 أمور. الأمر الأول في 5 عناصر. الأمر الأول هو ما أسميته عناصر البناء الحضاري. على ماذا نركز؟ هناك أمور هي أركان الحضارة ويجب أن نبدأ بها، ونبدأ بها بالتسلسل. أولها وأهمها العقيدة والهوية، الفكر. الفكر الفكر هو الذي يصنع حضارة. عندنا مشكلة ضخمة جدا، عندنا كلام كثير في العلم بينما ما عندنا كلام كثير في الهوية، في الفكر. ما عندنا، قليل الكلام. عندنا فتاوى تملأ الدنيا بس ما عندنا وعي يملأ العقول. نحتاج نعدل المعادلة هذه. كليات الشريعة ومسؤولين عن الوعي بين الناس لازم يعدلون المعادلة هذه، وإلا لن تنهض الأمة. الأمة لن تنهض بالحلال والحرام، الأمة تنهض بالفكر والعقيدة والوعي والهوية. هذا أول شيء يجب أن نركز عليه. رقم 2، سنبدأ بالقضية الوعي وسنستعمل الإعلام. في دراسة لطيفة مقارنة بين 6 أمور ما أثرها في زرع القيم لدى الشباب والفتيات. من هو صاحب التأثير الأكبر في زرع القيم المنتشرة بين الشباب والفتيات؟ هل هو البيت، الأسرة، أم الإعلام، أم الإنترنت، أم شيوخ الدين والمساجد، أم المدرسة، أم الأصحاب؟ مرة ثانية، البيت والمدرسة والأصحاب والإعلام والدين، شيوخ الدين والمساجد والإنترنت. رقم 1 بلا منازع الإعلام، ما في مقارنة، لا أصحاب ولا أسرة. هذه دراسة خطيرة جدا، لا الأصحاب ولا الأسرة ولا حتى شيوخ الدين ولا المدرسة هي اللي تزرع القيم بقدر ما يزرعها الإعلام. فإذا إعلامنا إعلام دمبكة، كيف سنزرع قيم؟ فإذا عقيدة وهوية، وعي، انفتاح، صدق، شفافية، إعلام ينشر عقيدة وفكر. ثم سنركز على التعليم وسنستعمل التقنية لتطوير التعليم ونشر الوعي. ثم سنركز على المال، الاقتصاد والثروة، لأن بالمال نستطيع أن نفتح مؤسسات وننشر مزيد من الوعي. المال عصب الدعوات، لكن لازم تتضح الهوية قبل ما نشتغل في المال. وأخيرا يكون عندنا مؤسسات الجيش والأمن والداخلية والحرس الوطني، وعندنا استقلالية، قرارنا بيدنا، ما هو بيد غرب، بيدنا قرارنا. لن تصنع أمة حضارة وقرارها بيد غيرها، ما تستطيع تصنع حضارة. إذا القرار ليس بيدها لن تصنع حضارة، فلازم من القوة ولا بد من الاستقلالية. هذه هي عناصر البناء الحضاري. ما هي خطوات بناء الحضارة؟ أقترح 5 خطوات. الخطوة الأولى تحديد الموقع، أين نحن اليوم؟ ماذا نملك من مقومات الحضارة وماذا ينقصنا؟ ماذا نملك من أركان الحضارة وماذا نحتاج؟ ما حال إعلامنا؟ ما حال تعليمنا؟ ما حال الفكر؟ ما حال القوة؟ ما حال الاستقلالية؟ ما حال الاقتصاد؟ نبدأ نحلل.
نعرف أين موقعنا اليوم، أين نقاط القوة ونقاط الضعف التي عندنا، ثم بعد أن نحدد أين نحن الآن نحدد خطتنا الاستراتيجية. ماذا نريد؟ ماذا نريد أن نحقق؟ لما نقول في المستقبل، هذا المستقبل لازم نحدده برقم. ماذا نريد أن نحقق على عام 2030؟ طبعا أنا عندي قناعة كبيرة أن عام 2030 في ذلك العام، زائد ناقص شوية، بس في ذلك العام ستكون الأمة الإسلامية في مصاف الأمم الأولى في العالم وتنافس أمريكا. أنا عندي هذه القناعة، وأنا أقترح هذه الخطة الاستراتيجية للأمة، ولازم نحدد تاريخ ونشتغل له، كلنا نشتغل له. فإذا لازم نحدد هدفنا، ماذا نريد أن نحقق وفي نقطة معينة في المستقبل عشان يصير الهدف واضح. وبعدين الكل راح نوزع الشغل بعدين بيننا كأمة، ثم نبعث الأمل ونبث الحماس. يا جماعة ترى الأمة مقبلة على نصر. هذا الكلام ما نقوله فقط لأن نبث، هذا تحليل للحضارة والتاريخ ومسار الأمم. لازم نبعث الأمل ونبعث الحماس وننشر هذا الكلام بين الناس، ونعطيهم الأدلة والبراهين وتحليل الأمم كيف جرى، عشان نقول لهم كيف وصلنا إلى هذه النتيجة. الأمة التي ما عندها هدف ولا عندها أمل كيف ستتحرك؟ ثم نركز على الفكر مرة أخرى، هوية، قيم، أخلاق، عقيدة، مرة أخرى. هذا هو التركيز الرئيسي الذي يجب. ما يهمنا مدارس مبانيها راقية ولا عمارات ضخمة ولا شوارع رائعة، الأهم من هذا أن ينشر الخلق والإيمان والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الناس، ونصلح الانحرافات الفكرية ونمنع التطرف الفكري سواء تطرف إسلامي أو تطرف علماني، نمنع كل هذا. هذا تركيزنا الرئيسي، هذا أهم من أن نسوي لمدينة إنترنت ولا سويني مهرجان سياحي ولا غيره، هذا أهم. وأخيرا بطلنا من الفرد الذي يريد أن يعمل كل شيء. هذا في واحد يدعي، طفل يدعي، في بعض الناس يدعون أدعية غلط، الدعاء غلط. هذا الشيخ خالد الجندي بس من باب شيء بشيء يذكر ونضحككم شوي. يقول مرة سمع واحد يدعي اللهم اغنني غنى فاحشة، الله يهديك. والأسوأ منه ذاك اللي قاعد يدعي يقول يا ربي يا ربي اجعلني من العشرة المبشرين بالجنة. قال له يعني راح يشيل واحد منهم ويحطك مكانه. يعني ففي واحدة تسمع ولدها يدعي يا رب يا رب أعيش قبل 500 سنة. إيش الدعاء هذا؟ فاستغربت إيش الدعاء، يعني شلون كيف راح تعيش قبل، ليش تبي تعيش قبل 500 سنة؟ قال يما عشان كتاب التاريخ يصير صغير. ما يحب درس التاريخ. أيام الأئمة الأعلام الكبار في سلف الأمة كان من السهل أن يكون الإنسان موسوعة. لو حسبنا عدد الكتب اللي منشورة بين الناس، مرة مكتبة الكونغرس أحصتها في زمن الإمام الشافعي، بل أكثر من هذا في زمن الإمام الغزالي، حجة الإسلام الغزالي، كل الكتب التي ذكرت أنها ألفت وانتشرت بين الناس قبل الإمام الغزالي لا تشكل أكثر من رف واحد في مكتبة الكونغرس، رف واحد، ما هو جناح، رف واحد فقط. فمن السهل أن يكون إنسان موسوعة. أما اليوم هات أي تخصص، أي تخصص، وشوف حجم التأليف والموسوعية التي فيه. فإذا فهمنا هذا ما عندنا خيار للموسوعية، لابد من التخصص على مستوى الأفراد، كل واحد يمسك له شغلة ويتقنها، وعلى مستوى المؤسسات. ما يصير مؤسسة تشتغل عمل خيري وسياسة، أو عمل خيري وجهاد، ما يصير. خلوا الجهاد لأهله، خلوا السياسة لأهله، تشتغل عمل خيري فقط عمل خيري، لا تلعب، امسك تخصص وأتقنه. طيب
ما هي الفئات الهامة التي يجب أن نركز عليها؟ على من نركز؟ أقترح التركيز على 5 فئات. أولا نبدأ بالأطفال، لم تتشكل هويتهم، لم يتشكل القيم، تشكل القيم عندهم والفكر، وبالتالي من السهل تشكيلها، وهؤلاء خلال 25 سنة قادمة سيكون لهم شأن في إدارة الأمة، غير الآخرين. كل الذين سنتكلم عنهم فيهم خلل لازم نصلحه. جماعة الصوفية عندهم كلمة لطيفة يقولون التخلية قبل التحلية، يعني تفرغه قبل ما تعبي. الطفل ما في شيء، ما في تخلية، في تحلية بس، لأنه فارغ فاضي صفحة بيضاء. فنستطيع أن نزرع هوية وقيم وفكر وإيمان وعقيدة بسهولة، ثم سننطلق للفئة التي بعدهم وهي أصعب قليلا، وإن كان الفرص فيها ما زالت عالية، وهي الناشئ، الأطفال إلى سن 10، النشأ من 10 إلى 14 15 سنة. هؤلاء أيضا ما زالت فرصة القيم عندهم عالية، وإن كان بعض الهوية وبعض التأثر بدأ يظهر، فما زال بدأنا نشتغل تخلية شوي، لكن بعدها ما تعمقت، ففرصتنا للنجاح ما زالت عالية. ثم سنعمل مع الشباب، طبعا التعريف العلمي للشباب أقل من 40، بس هذا تعريف علمي خلكم منه. هنا أتكلم عن 14 إلى 24 سنة، هذه الفئة بالذات ما زال عندنا جهد كبير في التخلية، أكبر من الفئات السابقة، لكن ما زالوا أسهل من الكبار اللي تربوا على عبودية وخوف وذل وخنوع وغيره. ثم سنركز بعد ذلك على المرأة وليس الرجل. ليش؟ الرجال التخلية فيهم صعبة، تشكل فكر وتشكلت آراء ومواقف، صعب انك تغير، ودورهم في تربية الفئات السابقة قليل، دور الأكبر هو للمرأة. المرأة أيضا تشكلت وانصبغت هويتها، لكن المرأة عاطفتها أكبر من الرجل، واستعدادها للتقبل أكبر من الرجل، خاصة فيما يتعلق بقضايا الدين والهوية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، دورها وأثرها في الفئات السابقة أكبر. في كل المجتمعات المرأة هي صاحبة الدور الأكبر في التربية، حتى في جيل السلف الصالح، لما جاءت أسماء بنت يزيد بن السكن إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إن كأن الإسلام صار متحيز للرجال، فقالت يا رسول الله جئتك رسولة لمن ورائي من النساء، الرجال، معنى كلامها الرجال يجاهدون ويحجون ويعني يتحملون الصعاب، وإحنا ما عندنا هذا، فهل لنا من الأجر مثلهم؟ قضية الحرص هذا. من ضمن كلامها قالت ونحن نخلفهم ونرعى لهم بيوتهم ونربي لهم أولادهم، لما هم يعملون ويشتغلون في هذا احنا اللي قاعدين نربي الأولاد، حتى في جيل الصحابة، حتى في الغرب على فكرة، على كل الانفتاح والمساواة كما يقولون، الرجال لا يربون في الغرب، الذي يربي النساء. ذاك في مثل أمريكي يقولون dads are for fun moms mean business، الآباء للوناسة، إذا الأب صار عنده وقت، وهذا للأسف ظاهرة حتى في مجتمعاتنا، إذا الأب صار عنده وقت حق أولاده ما يفكر يربيهم، يفكر يونسهم، تعالوا طلعكم أونسكم، ما يفكر يربي، moms mean business، النساء هم اللي جدد. ولذلك كثير من الأولاد ينظرون للأم أن هي النحيسة والأب هو الكريم والجيد. لذلك لازم نركز على المرأة، نعطيها، إذا هي ما تعرف، ما تفهم لا حضارة ولا هوية ولا عقيدة ولا فكر، كيف ستزرع؟ فلازم نركز على المرأة أكثر من الرجل، ولازم نركز على فئة الموهوبين، أصحاب المواهب وأصحاب الذكاء العالي، هؤلاء الذين يقيموا الحضارات، أصحاب المواهب
من الشعر والفن والأدب والرسم والتكنولوجيا والكمبيوتر وغيره البارزين في هذه المواهب، وأيضا أصحاب الذكاء العالي هم الذين ينتجون ويديرون والأمم ويحركون الاقتصاد ويحركون التقنية وغيرها، هم الذين الموهوبون، هم الذين صنعوا القنبلة النووية للهند. في بلادنا العربية والإسلامية مدارس لا حصر لها للمعوقين وأصحاب الاحتياجات الخاصة، ولا توجد مدرسة واحدة للموهوبين. إذا برز موهوب يا ويله لازم يهاجر إلى الغرب، وإلا لا قيمة له في مجتمعاتنا. كيف ستنهض أمة تتعامل مع موهوبينها بهذه الطريقة؟ هذه الفئات الهامة التي يجب أن نركز عليها.